الوغ كيف ما كيبان لكم المكونات كامله اللي غادي نستعمل وجدتها كامله منقيه ومغربله ومقاده على حقها وطريقها ومدقوقه، واللي مدقوق مدقوق واللي مطحون مطحون وداك الشيء على حقه وتاويلو مصايب في الدار. غادي نقول لكم شنو غادي نستعمل فيه. هذا السفوف الطريقه ديالت ماما كديرو، كيجي غزال كيجي كيحمق وما كاينش اللي كيدقو ما كيقولش تبارك الله على هذا السفوف هذا. الوغ هنا اول حاجه عندنا كيلو ديال الدقيق، هنايا عندي كيلو لارب ديال الزنجلان غسلناه وحمرناه وطحناه، هنايا خليته شويه صحيح، وهنا خديت منه تقريبا زلافه اللي طحنتها تطلق لي داك الزنجلان الزيت ديالو. هنا نفس الحاجه بالنسبه للوز، عندي كيلو ديال اللوز، هانتوما كيف ما كيبان لكم شوفوا كيفاش مداير مصايب على حقه طريقه وماشي مطحون بزاف شويه باش كيبقى باين في اللوز باش كيبقى باين في السفوف. باغ كونطخ خديت منه كاس ها هو وطحنته مزيان باش هو يخرج لي الزيت ديالو، يجيني داك البخاليني ديالو يخرج لي الزيت ويجيني السفوف ما ميدمش بزاف. غنستعمل هاد الزيوت هادو ديالو باش ما ناخذش لا كونتيتي كثيره ديال الزبده. هنايا خليت شويه ديال اللوز باش نزوق، مازال غادي نزيد. هنا عندي ثلاثه المعالق اللي غادي نستعمل انا ديال القرفه، وضروري تكون القرفه بلديه ماشي ايتها قرفه، القرفه بلديه. شوفوا راه غير من اللون ديالها يبان لكم شنو كاين. فوالا عندي هنايا القرفه، هادو اللي قلت لكم هذا ديال الزنجلان وهذا خليني ديال اللوز. هنا عندي ثلاثه المعالق ديال النافع، والنافع البستاني وحبة حلاوة، ثلاثة 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 منقيين ومحمرين ومطحونين ومخلطين. فوالا ها هما طحناهم وخلطناهم هنا، وهادو راهم كيطحنو حتى كيتنيلو. فوالا شفتو كتولي عندك بحال الغبرة. وهنا عندي سكر ثقيل ولا سكر كلاصي ما عرفتش شنو كتسميوه، عندي منه رابعة. المهم هادو هما المكونات ديال السفوف ديالي، ها هما مقادين محطوطين، غندوزو على بركة الله للتخلاط. التخلاط حنا غادي نخلطو في الكسعة المغربية ديالتنا، هي فين غادي نخلطو. الوغ أول حاجة غادي تبدا بها ماما هي الدقيق، شوفوا الدقيق التحميرة ديالتو كيفاش دايرة، خاصها تكون مذهبة. نزيدو عليه النافع، النوافع كاملين وحبة حلاوة، ليه الزنجلان اللي مطحون مطحون ومحمر ومغسول وداكشي كامل. الله عفتو على ريحه ما شاء الله، ريحه فنه. نزيدو عليه ثلاثه المعالق ديال القرفه، عفتو هاد القرفه راه غزاله 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 غزاله، قرفه بلديه. نزيدو اللوز اللي هرمشنا، تهرميشه ديال القلب. نزيدو عليه السكر، نزيدو عليه نسيت ما قلتهاش لكم واحد طريقه ديال الملحه اي شويه باش هانتوما شويه الملحه. اللي عندنا هنايا بودر غادي نخلطوه كامل مزيان حتى يدخل لينا كلشي مع بعضياته. مني خلطنا هادشي اللي ناشف غادي نزيدو الزنجلان اللي طحنا مزيان، وغنزيدو اللوز حتى هو اللي طحناه حتى خرجنا منه ديك الزويته ديالته. هادشي هذا اللي طحناه قبل ما نديرو الزبده غادي نحاولو بعدا نحركوه مزيان هو حتى يترمل لينا داك الطحين واللوز وداكشي كامل اللي درنا باش يتفرق ماشي يبقى في بلاصه واحده. بسم الله توكلنا على الله، الله توكلنا على الله، الصحة والسلامة.
حتى طايح حيت الكشكوشه. وشحال عندنا ماما؟ نص كيلو ديال الزبده. عندنا نص كيلو ديال الزبده غليناها حتى طاحت لها الكشكوشه، ودابا ان شاء الله غادي نديروها باش نبداو نخلطو. سفوفي كيفاش جا؟ ها هو وجد، عرفتي دقناه، جا غزال ما شاء الله، جا رائع جدا، راه من لونو باين اش كاين. درتو في داك المول العجيب ديال بيم، ودرتو في هذا قلبته، من بعد زوقتو باللوز. المهم جا غزال، جا فن. شوفوا الا كنتو اول مره غادي تجربوا السفوف، جربوا هذه الطريقه هذه ديال ماما، راه فريمون كيجي خطير، كيجي رائع. محني الزين انا عمار، محني الزين راولي الزين، عطيوني الزين يا مولاة العين. يوم